بالتزامن مع يوم الشباب الدولي، نظم برنامج مختبر تمكين الشباب البحريني في مدينة شباب 2030 محاكاة لنموذج جلسات الأمم المتحدة، ناقش خلاله المشاركون قضية أزمة شح المياه في العالم في ظل التغيرات المناخية الراهنة. وقد جاء تجسيد هذا النموذج في إطار مبادرات مملكة البحرين لنشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافتها بين الشباب. دروس متخصصة تناولت رسائل جوهرية قدمها برنامج مختبر تمكين الشباب البحريني بمدينة شباب 2030، حيث ركز المدربون من خلاله على تنمية المهارات القيادية والقانونية بالإضافة إلى الدبلوماسية لدى الشباب البحريني، حيث تستند فكرة البرنامج إلى تقديم نموذج محاكاة لجلسات الأمم المتحدة على مسرح مدينة شباب 2030. هاي نوع من البرامج يخلي الشاب يطلع على القضايا العالمية، أيضا يخليه مدرك بالقضايا السياسية والبيئية والمجتمعية اللي قاعد تحدث في العالم، وأيضا هذه البرنامج يساعد الشباب على البحث التحري، يرفع من هذه المهارات، وأيضا من جانب آخر يخليهم يتعلمون عن التحدث، التعبير عن رأيهم. جلسة محاكاة مجلس الأمن الدولي للشباب أهميتها كبيرة وتعكس على شبابنا، كونها إن هي تدربهم وتأهلهم في المستقبل بإذن الله تعالى إذا أصبح ممثلي لمملكة البحرين الغالية، يكونون على كامل الاستعدادات في كيفية مواجهة الدول والخطاب بشكل رسمي ومتزن وتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل في المحافل الخارجية. من خلال مدينة الشباب ممكن اليوم ننقل أن اليوم في كل أنحاء العالم الشاب البحريني ممكن ينقل قراره أو ينقل يعني توجهاته، أو بإمكانه حتى أن اليوم قرارك أو تفكيرك أو نظرتك للمواقف ممكن أنك تغير أو تحل أزمات خارجية. فالفكرة كانت بأن تجيبها بطريقة مسقرة، لأن اليوم نبتدي من المحطة اللي احنا فيها للانتقال العالمية. في هذا النموذج ناقش المشاركون قضية أزمة شح المياه في العالم في ظل التغيرات المناخية الراهنة، حيث تم تدريب المشاركين طوال فترة البرنامج على المهارات اللازمة التي من الممكن أن تساعدهم في جلسة المحاكاة، منها التفاوض والتحدث الرسمي وتحليل الخطابات. عرفت شلون الدول شلون تتعامل بينها وبين بعض في حال الأزمات، بالذات في يعني نقاط النزاع والصراع. مثلاً الحين احنا أخذنا عن شح المياه، تعلمنا شنو المشاكل اللي قاعد تصير في العالم وشلون الدول تتبع السياسات عشان تحل هاي المشاكل. وأنصح صراحة الشباب اللي مهتم إنه يطور روحه في التفاوض والحوار وهاي الأمور إنه يشترك في هذه الدورات عشان ينمي من هاي المهارات. أضافت لي الورشة الكثير على المستوى الشخصي، وكذلك عطتني مهارات قيادية وخلتني أقدر أني أنا أقود الجلسات، أعرف شلون أنا أقود الجلسات الحوارية على مستوى دولي، حتى شلون أنا أخرج بمقترح قرار. صراحة كنت متوقع شيء عن البرنامج، واللي أضاف لي شيء تماما فوق اللي أنا كنت متصوره. جلسة المحاكاة اللي توها أنجزناها كنت أنا ممثلة جمهورية الصين، وتعرفت على ثقافات وايد، منها ثقافة البلدان الأخرى، تعلمت على الاختلاف مع الدول الأخرى من ناحية القرارات، إذا كانت الدولة التي أنا أمثلها كانت معارضة مع هذا القرار فأنا أقدم رأيي في أني أرفض هاي القرار. في ختام البرنامج تم تكريم الشباب الفائزين في جلسة المحاكاة، خصوصاً وأن المشاركين نقلوا الجمهور إلى أجواء جلسات الأمم المتحدة من خلال النقاشات المتنوعة وطرق تناول الأفكار والدفاع عن البنود التي قدمها المشاركون في جلسة المحاكاة. تجربة حية يعيشها شباب البحرين على مسرح مدينة شباب 2030 ليقدموا محاكاة لنموذج جلسات الأمم المتحدة، يناقشون فيها قضية أزمة شح المياه في العالم، ويتعرف فيها الحضور على الأسلوب الأمثل عند طرح القضايا الجوهرية في تلك الجلسات. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.